السلام عليكم الكيب، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. جوله جديده في عنابه بعد ما درنا اللايف هذاك الصباح بينا به. رجعنا هنا في البور، راهو كالعاده نصوروا واش كتب ربي. ان شاء الله ان شاء الله تعجبكم الجوله. جمعه مباركه للجميع، اليوم الجمعه الساعه راهي الساعتين غير 10. عنابه بالجمعه كما تعرفوها الدنيا راهي فارغه، قدر في ربع ساعة ندورها كاملة سنتر تسمى. حس تسوي غلاس الله غير الدنيا راهي مطرة. البوسيجور رحت مع البوست كنت نسمع بريف كان يحكي سبير بركة نلقى القهوة للسوفي اللي بها حلة هنشري قهوة.
في القهوة يوم 16 العبد راهو داخل. هنا ولنا بلي فاتيل كاينة قهوة أخرى كاينش هنا. قهوي موبيلار انا ما نحبش القهوي تاع قهوي تاع لي مانكان دمك ما قهوة نورمال انا ما نحبش. الحفر يا ربي بغيت نلقى القهوة تاع 15 اللي كحلة زعفرانيه.
كيف جبنا المكتوب احنا هنا في البوني هديو بركة كمل الميسيون تاعنا هذيك تاع نشريو قهوة شوف كي تبعد كل مرة نشريوها نعم تشوفي لقينا قاف عدينا المحاف لقينا قاف ربي كي يكتب لك حاجة انا جينا هنا نورمالمون هاي كاتبة نشريوها قهوة نشريوها من البوني كاين بلاصة غادي نبدا عليهم كاين بلاصة هنا الله يبارك يا خويا جا مشيت منها هذه البلاصة نحن من البلدية البوني Vous
جميعا تلبوني تكملوا ان شاء الله. انا عندي واحد سيدي عاشور وجوي هادم كنكملوا الفيديو تاعنا ان شاء الله. ليكيب قاعدين على البارك، نحنا في الدخلة تاع سيدي عاشور، الخدمة راهي ميتة شوية، هادشي يلصقو نهار وقسمو. هذا أوتيل ميموزا.
فوالا ليكيب هنا نكملوا الفيديو تاعنا ان شاء الله، ومن بعد نديروا الدوزيام بارتي ان شاء الله. ان شاء الله تكون عجبتكم الجوله، نقولكم تبقاو على خير، نتلاقاو في الدوزيام بارتي. السلام عليكم.